يا هلا فيكو من جميع المناطق والدول. معاكو أحمد محترف في قراءة التاروت والروحانيات. سنقرأ لمولود برج الجدي شهر 10 أكتوبر تشرين الأول 2021. قبل أن نبدأ يا أصدقائي يا مواليد برج الجدي، أتمنى الاشتراك في القناة، وأهم حاجة صديقي يا برج الجدي تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى، ولا تنساني من اللايك، وأتمنى لك الخير والسعادة من كل قلبي يا صديقي يا برج الجدي، وبإذن الله راح يكون عندك شهر سعيد جدا ينتظرك يا صديقي، لأنك تستاهل كل الخير والسعادة. طلع لك كرت واحد يا صديقي يا برج الجدي، بسم الله. يا صديقي يا برج الجدي، مهنيا هناك تطور واضح راح يكون عندك في المهنة بشهر 10 أكتوبر. انت ما شاء الله عليك المهنة اللي قائم عليها ممتاز جدا، بس لسه راح تكون ممتاز اكثر من ما انت بتتخيل، يعني من الناس الاوائل بالمهنة تعيتك يا صديقي يا برج الجدي، وهذا الاشي راح يدفع بمصالحك الى الامام، راح يرد عليك بالمال الوفير. في رزقة راح تيجيك بس مش عن طريقة الحظ، من اجتهادك وعملك الجيد يا صديقي يا برج الجدي راح تحصل على بعض المال بإذن الله عز وجل، بس زي ما حكيت لك مش مال سهل، لا فيه تعب، بس انت الطاقة الإيجابية عندك ممتازة، بالعكس مبسوط جدا، صحيح انه في تعب بس مبسوط انه انت انتقلت لمرحلة جديدة بالمهنة تاعيتك من أفضل لأفضل. ممتاز ممتاز صديقي يا برج الجدي، بسم الله. هناك يا صديقي ثلاث أشخاص من حولك يحبونك كثيرا، بحاولوا قد ما يقدروا يدفعوا بمصالحك إلى الأمام، هم الأشخاص المقربين، بالذات لما تكون الأمور إنه أنت مش موجود وحدا يحكي عنك كلام مش كويس واشياء من هذا القبيل، فهم زي كأنك انت موجود وزيادة بضلوا يدافعوا عنك ويحكوا عنك كلام جميل جدا وبالخير. ممتاز ممتاز صديقي يا برج الجدي، ما شاء الله عليك. اجتماعيا راح تكون امورك ممتازة جدا، على مواقع التواصل راح تكون نشيط، راح تتعرف على ناس من دول اخرى يا صديقي يا برج الجدي عن طريقة مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب واشياء من هذا القبيل يا صديقي يا برج الجدي. هذا الشيء سيرفع عندك الطاقة الإيجابية ويزيد معرفتك يا صديقي يا برج الجدي، بسم الله. للقائمون على عملهم، هناك ترقية في منكو ناس صديقي يا برج الجدي بشهر 10 أكتوبر تشرين الأول 2021 بإذن الله تعالى، في عندهم ترقية، مش الجميع بس في نسبة كبيرة جدا 50% مواليد برج الجدي في عندهم ترقية في العمل. ممتاز ممتاز صديقي يا برج الجدي، وبتمنى لك كل الخير والسعادة، مبروك للي بحالفوا الحظ بالترقية هاي، لأنك راح تكون فيها مبسوط كثير، واللي راح يحالفهم الحظ الأغلبية راح يكونوا أعمارهم ما بين 35 والأربعين. لنكمل يا صديقي يا برج الجدي، بسم الله. هناك شخص من المقربين من حولك رح يكون عنده مناسبة سعيدة وهي زواج، ورح تكون انت من الناس الداعمين لهذا الشخص، يعني هو شخص من المقربين عندك، يعني انت رح تكون مستلم الحفلة
وتنظيمها وأشياء من هذا القبيل يا صديقي يا برج الجدي. والشخص هب بعز عليك كثير، راح تكون مبسوط جدا في الزواج تبعه، وقد ما تقدر راح تساعده معنويا وماديا وقدر المستطاع يا صديقي يا برج الجدي. ما شاء الله عليك، كفو. وهناك أنظار الناس كلها حواليك تطلع عليك بنظرة الإعجاب، في نظرات إعجاب كثير يا صديقي يا برج الجدي من حولك، بس أنت مش متبع على هاي النظرات كثير ولا معطيها أي اهتمام، بس اثق تماما الجميع حواليك بتطلع عليك بنظرة الإعجاب والقدوة يا صديقي يا برج الجدي، وأنت بتستاهل كل خير بإذن الله عز وجل. بسم الله يا صديقي يا برج الجدي. للمش قائمون على عملهم وبستنوا فرصة عمل من مواليد برج الجدي، هناك ثلاث فرص راح تيجيك بشهر 10 أكتوبر تشرين الأول 2021. صديقي يا برج الجدي راح تيجيك ثلاث فرص، الثلاث فرص هذول راح يكونوا من نفس الجهة المهنة نفسها، يعني مش إن متفرقات، لا لا لا، في مهنة معينة راح يجيك منها ثلاث فرص من ثلاث مناطق يا صديقي يا برج الجدي. حاول قد ما تقدر يا صديقي يا برج الجدي لما تجيك هاي الفرص نقي الفرصة الأحسن فيها الدخل المادي لكي تقدر أن تدفع مصالحك للأمام، وإذا في عندك يعني بالأشهر الماضية مخاسر مادية اللي تقدر شو تعوضها. ممتاز ممتاز. وراح تيجيك كمان فرصة رابعة، بس مش للجميع مواليد برج الجدي، للأكثر حظا من مواليد برج الجدي، والأغلبية اللي بكون طالع تبعهم ناري، في عندهم فرصة ذهبية للمش قائمون على عملهم، هناك فرصة ذهبية وراح يكون مشروع خاص. المشروع الخاص هذا راح يكون عبارة عن شخص راح تتعرف عليه يا صديقي، وانت راح تكون شريك مضارب. كيف يعني شريك مضارب؟ يعني انت منك المهنة وهو منه رأس المال. طبعا هاي مش للجميع، بس في ناس راح يحلفهم هذا الحظ بشهر 10 اكتوبر تشرين الاول. اما للجميع مواليد برج الجدي في ثلاث فرص باذن الله عز وجل للعمل راح تيجيكوا، وراح تدفع مصالح كل الامام باذن الله. بسم الله. هناك شخصين يا صديقي يا برج الجدي ما بحبوك بالمرة، وهم من المقربين جدا وذو أقنعة. كيف يعني ذو أقنعة؟ يعني قدامك بتشوفهم بجوز أحسن الناس عندك يا صديقي يا برج الجدي، وهم بالواقع أكثر الناس الأعداء لك يا صديقي يا برج الجدي، بس مش قدامك. هذول عملية غدر، وإذا في خير بده يجيك بيحاولوا قدر المستطاع يمنعوه، وللأسف الشديد إنهم قادرين يمنعوه. في شغلات كثيرة كانت خير إلك راح تيجيك يا صديقي يا برج الجدي من وراء هذول الأشخاص، الشخصين هذول ما أجتك لأنهم كانوا يمنعوا عنك الخير بالسوالف الناقصة وأشياء من هذا القبيل يا صديقي يا برج الجدي. حاول قد ما تقدر انك تكتشفهم، وانت شخص قيادي وذكي جدا يا صديقي يا برج الجدي، اذا بتدقق وبتحلل الامور راح تكتشف هذول الشخصين وواجههم طوالي، لا تتردد دقيقه قبل المواجهه، لكي هذا الشخص اذا بس عرف انه انكشف راح يسكت طوالي. هي بس عمليه انك تحسسه انه انا عارف انه انت المسؤول عن هذا الموضوع. هو طوالي راح يختصر ويبطل يجيب سيرتك، ويبطل كمان يحاول انه يمنع عنك الخير يا صديقي يا برج الجدي. انتهت قراءتي لصديقي لبرج الجدي لشهر 10 اكتوبر تشرين الاول 2021. زي ما حكيت لك يا صديقي يا برج الجدي، لا تنساني بالاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعيل زر الجرس، لا تنساني من اللايك.